مشاهدينا بدي احييكم مع بداية هالحلقة، وبدي أقول الحمد لله على السلامة إنه اليوم ما صار فيه لا سمح الله أضرار بشرية مع سقوط هذا المبنى في الأشرفية. وأنا بدي أذكر إنه ما في وزير داخلية إجا إلا ما ذكر المحافظين والبلديات بوجوب وضع مسح لكل الأبنية الآيلة للسقوط يلي هي مهددة. وبعرف في كتير من الأبنية يلي عم يرفضوا سكانها إنه يخلوها، مع العلم هن مأنذرين من عدة سنوات. فأنا بتمنى إنه على الحكومة الجديدة، وسمعنا اليوم وزير الثقافة شو حكي بالموضوع، نحن بهمنا الأرواح كمان لأنه شغلة كتير أساسية. فاليوم قطعت على سلامة، ولكن التفاصيل أكيد تباعاً من بعد ما نشوف شو هي القرارات اللي ستتخذ من قبل السلطات المعنية. معلومة. معلومتنا اليوم عن فيروس كورونا، هالفيروس اللي شاغل العالم كله اليوم ويلي ما في بلد إلا ما هو مهدد. الحمد لله بلبنان لهلأ ما عنا ولا أي إصابة، ولكن هل نحن بلبنان عنا المختبر الكافي؟ عنا الإجراءات اللي مفروض أي إنسان يخدها؟ نحن عم نسمح كتير من المعنيين إنه كل الإجراءات متخذة. وأنا معي على الخط مباشرة رئيس مجلس إدارة مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية دكتور ميشيل فرام، يعطيك العافية. الله معك ستر بك. يعني صراحة اللي عرفت أنه مصلحة الأبحاث العلمية عندها مختبر متطور وينسق مع الفاو مع منظمة التغذية العالمية بكل ما يتعلق بفحوص اللي بتصير على كل أنواع الفيروسات يلي تأتي من الحيوانات ومن فيروس الكورونا يلي عم نسمع عنه هلأ. فيك تعطينا فكرة شو أهمية هالمختبر، شو الإجراءات المتخذة، وبالتالي لبنان لهلأ الحمد لله بعد ما عنا ولا أي إصابة؟ صحيح، نحن كمان عم ننسق مع منظمة الصحة العالمية لأنه هالمختبر هو مختبر إقليمي للشرق الأوسط. نعم. الفيروس كورونا الحمد لله منه موجود عندنا، وهو بيجي على الحيوانات، بيجي على الكلاب، على الفئران، وبيجي على البقر، وبيجي على الإنسان. وأساسا هو موجود بالشرق الأوسط، كان يجي على الجمال. نعم. بس الحمد لله نحن ما عندنا شيء. نعم. المختبر هو قادر يفحص كل أنواع الأمراض اللي والفيروسات اللي بتصيب كل الحيوانات اللي ذكرناهم، إضافة للأغنام والماعز والعصافير والطيور الزيني. أي حيوان أو كائن حي بده يفوت على لبنان نحن بنفحصه قبل ما يفوت لنتأكد من خلوه من أي مرض أو أي فيروس. نعم. ولذلك فيروس الكورونا لغاية اليوم ما في بلبنان، في قسم متخصص لل الإنسان للبشر بمستشفى رفيق الحريري الحكومي، ونحن المختبر متخصص لفحص العينات اللي بتجي من سائر الحيوانات اللي ذكرتها لحتى نطمن بيننا أنه ما في، أو إذا صار في نحن عندنا الإمكانية للكشف عنه. نعم، حاليا في تنسيق، يعني بعرف مصلحة الأبحاث العلمية مثل ما قلت عم بتنسق مع منظمة الصحة العالمية مع منظمة الفاو. صحيح. لأنه بعتقد هذا المختبر يعني متعارف عليه إذا بدي أقول من مع الفاو، ما هيك يعني هي نعم. أهميته. نعم، هو مختبر إقليمي معتمد من قبل الفاو ومن قبل منظمة الصحة العالمية. هل هو نعم دكتور هو بتصرف من اليوم؟ يعني نحن كدولة لبنانية حريصة طبعا أنه ما يدخل هذا الفيروس على المواطنين اللبنانيين. نعم. هو بتصرف من؟ هو بتصرف كل الدولة، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، أي وزارة أو أي بلدية أو أي إنسان. هو نحن بتصرف الكل، علما أنه نحن بنشتغل 24-24 بهذا المختبر، لأنه مرات نضطر نعمل فحوصات بالليل وبيضل مفتوح خلال الليل، وأي حادثة بتصير نحن دغري منتجاوب. ومبدئيا لفحوصات الكورونا لا سمح الله إذا بده يصير أي تحاليل رح نقوم فيها مجانا لحتى نعجل فيها وتكون الشغلة كثير واضحة. يعني أي مواطن كيف بتصير طريقة الفحص؟ يعني أنتوا بتنتقلوا بتاخدوا يعني كيف بتصير عملية المختبر هون؟ عادة الوزارات المعنية بتجيب لنا عينات دم. نعم. ونحن بنفحصها. في حال المواطنين كانوا شكوا أنه الكلب عندهم أو البسيني مريضة كتير، ممكن يجيبوا لنا عينة دم منها أو يجيبوا لنا إياها، نحن بناخد عينة دم وبنفحصها تنشوف إذا
فيها شيء كورونا أو غير كورونا أو أي مرض تاني. نعم، المختبر وين؟ بالفنار؟ موجود بالفنار، والمختبر بديره الدكتور جان الحاج، وهي متخصصة بالأمراض الفيروسية، والمختبر فعال جدا، وعم نقوم بفحوصات مع مختبرات أوروبية، عم نكون نحن متفوقين على المختبرات الأوروبية. نعم، أنا بدي أشكرك لهالمعلومات، وبقول الله يحمي لبنان يعني واللبنانيين. نعم، وبعتقد مثل ما عرفنا في إجراءات اتخذت بالمطار، وأكيد يعني إذا مزبوط. كنا عم نستورد حيوانات من الخارج. أنا بشكرك دكتور، وبدي أنتقل لنقل مباشر. منتابع الحل عنا، واتصالاتكم على 0444444 باخذ أول اتصال لليوم. ألو. ألو، بونجور. بونجور، أهلا. معك وديع زهور فرحابه من الشمال. أهلا أستاذ وديع، تفضل. أهلا بحضرتك. تفضل. عيني في عندي سؤال صغير لمعالي وزير التربية، إذا بتريد أحب أوجهه من خلالكم. نعم. نعم. أنا ابني سافر دكتوراه على فرنسا، عم يعمل دكتوراه. بقى وقت لمنا وراه كان الدولار مع 1500 عادي يعني. نعم. ينعم عليك. اجت هالمشكلة، تعرف الدولار طلع. نعم. واليورو طلع. والوضع صعب، وضع الناس كله صار صعب. ما عدنا بقى نقدر نأمن له يورو على السعر اللي كنا عم نفكرين نأمن له إياه. بقى بطلب من معالي وزير التربية إنه بلاقي اللي ينصف على الناس اللي بيعطينوا أولادهم يأمن لهم دولار بالسعر العادي، بسعر ما يعني الدولة اللي بتتعامل فيه، ما سعر الصير فيه، لأنه الصير فيه كمان ما عم نلاقي يورو مثل الخلق. مش هادي لسا. بقى شغلة صعبة، ويمكن أنا ابني أرجع إذا دل حالي هيك جد ماني قادر على المباع. نعم. أنا ومثلي كتير يعني الناس كلها عم تحكي بهالموضوع، خصوصا في منهم يعني أنا اتصلت فيه الست كمان ما قبل ولا بنك يحول له مصاري لابنه اللي عم يتعلم بإحدى جامعات اليوم بفرنسا. كمان التحويل صعب كتير، وبرمت على صعب. نص سيارة حتى يبيعوا، يعني تشتري دولار ما بيعوها، لأنه وهذا القرار كان من بعد ما اتخذ قرار على السيارة في أنه ما يرفعوا للألفين، يعني لا يتخطى الألفين السعر. بقى بيشتروا بس ما بيبيعوا، يعني ما بيعطوا. هيدي المشكلة يلي واقعين فيها أنتوا، يعني كل اللي عندهم طلاب برا عم تتعلم برا. ما بعرف إذا وزارة التربية هي لإلها القرار أو للمصارف كيف بدها تهتم بهذا الموضوع. كان إحنا بننقل هالشي لوزير التربية الجديد. أهلا وسهلا فيك. مزبوط، هيدي مشكلة هلأ. أهلا وسهلا فيك. كمان بيخد اتصال تاني. ألو. ألو. أهلا مدام. تفضلي. ألو، بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم تفضلي. بيش بدي أسألك سؤال. تفضلي. بس إذا واحد بيسرق كيلو موز، يمكن يا ماشي أصوار يا ماشي خاتيب، بيهتفوا يا صار سرقونا النواب، طلعوا من دون ما رجعوا المصريات. إذا شو جاهزة يطلعوا رجعونا المصريات ودموا قادين النساء متنا فلسين، مش مظبوط؟ هلأ لقلك شغلة، ما في اتهم النواب، فينا نتهم كل فاسد بالبلد، يعني مش بالضرورة النواب. أي فاسد بالبلد بده يرد الأموال المنهوبة، يعني من ما كان بأي مستوى كان بده يرد الأموال، وهيدا أكيد تحدي أمام الحكومة الجديدة. بياخد اتصال كمان. ألو. 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 تفضل. بونجور مدام ربيكا. بونجور. اسأل حضرتك عملي معروف، إذا واحد مرض وين بيروح؟ يعني كيف إذا مرض وين بيروح؟ إذا سخن ومش قادر بقى يقعد بالبيت وين بيروح؟ هلا اذا بده مستشفى بده يروح على المستشفى، واذا بده طبيب بده يحكي طبيب. ما بدنا نهمل صحتنا. اذا راح على المستشفى والمستشفى كله بكتيريا، مستشفى الجامعة الامريكية، ومات عندهم، شو بيكون؟ لا هذا موضوع تاني عم تحكي فيه، في مسؤوليات، يعني ما فيها نحكي هيك بالمجمل. ونحكي اذا عندك حاله معينه نقدر نساعدك، ما بنقول لا، بس انا عم بحكي اليوم في كتير مستشفيات فاتحه عيادات بمبلغ كتير رمزي كرمال الناس ما تهمل معاينة عند الطبيب. لا 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 لا. وإذا حدا مش قادر يتطبب وما عنده جهات ضامنة، وزارة الصحة موجودة. إذا صار خطأ بمستشفى في مرجعية، يعني في ما في مرجعية لحدا يا مدام. عندك معامل، عندك شيء خطأ طبي صاير؟ ما في مرجعية لشيء. مستشفى الجامعة الأمريكية نزلنا لعندها مشي، أخذت أمي بكتيريا من عندهم وتوفت. قعدنا 3.5 أشهر، ما في نظافة ولا بالغرف ولا بالحمامات ولا بالعناية ولا بمحل في عنده نظافة. إذا ما في نظافة نحن عم نشوفها بقلب العملية، في نظافة؟ لقطت أمي بكتيريا من عنده من قلب العملية.
قعدت شهر ونص بالعناية وطلعوها لفوق بلا مراقبة بلا شيء على غرفة. الكراسي وسخة، نظفنا الكراسي نقعد عليها 3 مرات كراسي وسخة، الحمامات مقرفة، الأرض مقرفة، كله وسخ عنده مستشفى الجامعة الأمريكية. ليك اللي عم بتقوله شيء كتير خطير، لأنه هذا مستشفى جامعي ومعروف. يعني هلأ إذا صارت حالة، أنا بعرف كتير مستشفيات مفروض تعقم خصوصا الغرف العمليات، يعني هيدا تعقيم حتى ما ينلقط بكتيري ولا شيء، وإلا اسم محدد ومعروف بالعالم كله مش بس بلبنان. ما فينا نوجه يعني هلأ أكيد إذا أنت هالبكتيري لقطتها وهي كانت سبب الوفاة، فيك تتوجه بشكوى للمستشفى، لنقابة المستشفيات، لوزارة الصحة يعني، وبتتابع. عرفت؟ ما فينا هيك نقول مجوية، يعني بتعرف نحن عم نحكي عن مستشفى بالنتيجة، الناس بتروح حتى تتطبب، ما بتروح حتى تلقط شيء. في حال مظبوط لقطت هالبكتيري، في طرق لازم تنعمل، شكوى على المستشفى، شكوى لوزارة الصحة، وأيضا لنقابة المستشفيات بتحقق من الموضوع. وإذا بالفعل عم بيصير يعني مش عم تتعقم غرف العمليات كما يجب، هيدي خطرة كتير. يعني هون في مسؤولية وطنية بالموضوع. يعني نحن اليوم عبر هالبرنامج بتمنى تكون وصلت للمعنيين، وانت كمان فيك تاخد اي اجراء بحقق اذا انت مأكد انه هالسبب هو ناتج عن المستشفى. باخد نحن يا ريت بلبنان كل انسان بيوصل لحقه، دايما يكون عندنا ثقة ونتابع، يعني لازم نتابع للاخر، ولا مرة نيأس ولو حاولوا يأسونا، بدنا نتابع للاخر حتى ننال حقنا باي حقل اللي كان. باخد اتصال اخر. الو. الو. اهلا. بونجور. بونجور مدام ربيكا، يعطيك العافيه. اهلا فيك، تفضلي. اذا حضرتك بخصوص التقديم السنه. نعم. انا عندي 3 اولاد، اداره المدرسه طلبت انه نسكر القسط قبل ما يعطونا افاده الترشيح. نعم. طب هالوضع اللي نحن فيه كيف بدنا نتصرف؟ ليكي مدام، بغض النظر مين المدرسه، انا بقدر انا اسكر واسمعك على التليفون. ايه اكيد 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 اكيد، بغض النظر أي مدرسة هي اللي كانت. اللي بعرفه أنه بهذه الظروف الصعبة في كتير مدارس عم بتراعي ظروف الطلاب يلي مش قادرين بالفعل يدفعوا على يعني، حتى في مدارس لغيت شيء اسمه بالبنك وعم تحكي فيس تو فيس مع الأهل. يعني عم بيصير في كتير إجراءات ضمن إدارات المدارس، وما بعتقد اليوم رح يكون في طالب مش دافع قسطه ما يقدم على الشهادة الرسمية. بتصور من هلأ لحزيران في وقت، ولكن اليوم في كتير إجراءات عم تتخذ داخل الإدارات حسب واقع الأهالي اليوم المالي، وبالتالي في كمان اليوم إجراءات تتخذ بطريقة أنه ما بدهم يتركوا ولد خارج المدرسة لأنه مش قادر يدفع قسط. هيدا اللي بعرفه. هلأ ما عرفت أي مدرسة بتحبي بعد الهوى تحكيني تقولي لي أي مدرسة وبنحكى مع طلابها. هلأ على المدارس أكيد تطلب دفع الأقساط بانتظام، لأنه في عندها كمان التزامات تجاه الأساتذة، هيدا شيء طبيعي. ولكن أي إنسان يعني اليوم تغير مستوى الدخل عنده، ترك شغله، صار عنده أي حالة، عم ينحكى مع الإدارة وعم ينلقى حل للموضوع، لأنه ممنوع أي مدرسة تظهر طالب لهالأسباب. هيدا اللي بعرفه. بتحب نساعدك إذا نقدر نتدخل بالمدرسة، نحن حاضرين. باخد اتصال آخر. أهلا. مرحبا. أهلا ست ربيكا. نعم. يعطيك العافية. أهلا. أنا من عنطورة كسروان. إيه أهلا وسهلا. بس بدي أسألك تعملي معروف، في فاتورة التليفون فاتورة الماء بتجينا مرتين بالسنة نحن على العداد. أنتوا لأنه على العداد. مزبوط. مزبوط. بس شوف الفاتورة كيف بتجي كل يعني مرتين بالسنة. نعم. مثلا بدل اشتراك الماء مثلا قديش استهلاك الماء 16,000. بيجيكي بدل صيانة 60,000. نعم. أوكي. بيجيكي بدل مكننة 40,000. نعم. بيجيكي علاوة بلدية ومدرشو تفقال تدوير كسور 17,000 وشوي. انه نعم. هودي مرتين بيختون بالسنة، انه هيدا شي معقول؟ يعني هذا الموضوع بدنا نبحثه مع المؤسسة لنشوف على اي اساس عاملة مركبة اذا بدك الفاتورة. اوكي بجاوبك عليها. ننتقل لصورة اليوم.
تستغربوا من هالصورة، يمكن هيدي مش مألوفة عنا، مش مألوفة أبداً بلبنان، وإن شاء الله ما بتصير بلبنان ما نوصل لها. ولكن اليوم هاي الصورة هي لمدراء تنفيذيين محاو أهداف أكيد الشركة أو المؤسسة اللي بيشتغلوا فيها، عقاب لإلهم أمام موظفيهم ركعوا زحف أمامهم كعقاب. لحتى أقول إنه كل إنسان اليوم ما بيشتغل بضميره ولوطنه مفروض كمان يزحف أمام الموظفين وأمام الشعب، يعتذر منهم إنه منه قادر لهالمهمة ويستقيل. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.